أن الهدف الرئيسي هو ليس الانتخابات المبكرة بقدر ما هو تهيئة الأرضية المناسبة لهذه الانتخابات. تهيئة هذه الأرضية تكمن في قانون انتخابات عادل وصحيح وسليم، وأيضا باعتماد إجراءات صحيحة كالبطاقة البيومترية، وإضافة إلى السيطرة على السلاح المنفلت اليوم في الشارع العراقي. للأسف احنا لاحظنا في الفترة السابقة اغتيالات كثيرة تعرض لها الناشطون، تعرض لها كل من يدلي برأي أو بتصريح معين لا ينسجم مع توجهات أصحاب السلاح المنفلت في الشارع، فإنه يتعرض للقتل. للأسف ما ممكن أنه أنت تبني دولة، أو ما ممكن أنه تكون سيادة لبلد يحترم القانون وهناك سلاح منفلت داخل هذا البلد أو بتعدد الرايات داخل البلد. للأسف هذه الأمور كلها يجب أن تتوفر. بعد توفر هذه الأمور ستكون هناك انتخابات صحيحة. أما أن نتجه إلى انتخابات مبكرة في ظل كل هذه الأجواء المشحونة من قانون غير صحيح، من سيطرة السلاح المنفلت، من تغول المال السياسي في الشارع، أنا أرى لا فائدة من إجراء انتخابات مبكرة، ستكون انتخابات شكلية فقط.